خطوة جديدة بدأتها الحكومة اليمنية صوب إعادة تشغيل القطاعات النفطية المعطلة في البلاد، وتحديدا في محافظتي حضرموت وشبوة، بعد نجاحها في استئناف التصدير من حقول شركتها الوطنية بترو مسيلة. حيث تسعى وزارة النفط والمعادن وكخطوة أولى في نقل النفط الخام برا من حقول العقلة في محافظة شبوة والتي تديرها شركة ONV النمساوية إلى محطة الاستقبال التي تم الانتهاء من بنائها مؤخرا في منطقة المسيلة، ليتم ضخها وكخطوة ثانية عبر أنبوب بترو مسيلة إلى ميناء التصدير في الضبة. الوزارة لديها برنامج عمل لإعادة تشغيل الحقول النفطية ليس على مستوى محافظة شبوة من خلال عملية النقل كمرحلة أولى إلى بترو مسيلة خلال فترة محددة حتى يتم إعادة تأهيل الأنبوب الذي يضخ إلى ميناء النشيبة. والوزارة الآن تعمل إلى تنفيذ هذه الخطة في الآونة الأخيرة من خلال النزول الميداني. والأمر ذاته بالنسبة للقطاع التاسع في صحراء الخشعة بمحافظة حضرموت، والذي تديره شركة كاليبال الكندية التي أبدت رغبتها استئناف الإنتاج في القطاع بعد تحسن الأوضاع الأمنية في المحافظة. إن أكثر ما كان يقلق الشركة هو الجانب الأمني، الجانب الأمني في التنسيق الأمني، في إن ما يحمي وصول الناقلات النفط الخام من موقع التحميل إلى موقع التنزيل، من موقع الخشعة إلى موقع 51 موقع التنزيل بمسافة ما يقارب حوالي 240 كيلو متر مربع. لكن بإذن الله في ظل الآن الحماية الموجودة وفي ظل التنسيق اللي راح يكون ما بين وزارة النفط ما بين حماية الجيش في المنطقة الأولى والثانية، سيتم تخليل هذه الصعوبات كلها وسنبدأ العمل بإذن الله. وعلى الرغم من أن مثل هذه التوجهات ستزيد من حجم العبء على كاهل بترو مسيلة، إلا أن مهندسيها أكدوا استعداد الشركة وجاهزية منشآتها للتعامل معها واستقبال الإنتاج من كافة القطاعات. وكانت إعادة تشكيل ونشر قوات حماية الشركات النفطية قد ساهم في استئناف تصدير النفط الخام من حقول المسيلة، وهو ما شجع بعض الشركات الأجنبية لإعادة التفكير الجدي بالعودة بعد أن كانت قد غادرت البلاد جراء تدهور الأوضاع الأمنية فيها. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.